السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الرابع الابتدائي. رجعت لكم في درس جديد. النهاردة هنشرح لسون 5، هو الدرس الخامس من يونت 1. طبعا بيتكلم عن حاجة اسمها social studies، اللي هي الدراسات الاجتماعية، اللي هي الدراسات الاجتماعية. طبعا الدراسات الاجتماعية مهتمية بالمكان وبالتضاريس طبعا وبالمحاصيل وبالحاجات اللي هي ايه كده. فيلا بينا نشوف مديني هو دلوقتي شوية كلمات ناخدها مع بعض. اول حاجة انطق wheat، اسمها ايه؟ الغلة او القمح اسمه wheat وليست wait. في كلمة wait كده wait، طبعا دي معناها ينتظر خلاص wait، خلاص دي اسمها wheat، اسمها ايه؟ wheat. هنا دمايطا جوفرنوريت محافظة دمياط، دمايطا جوفرنوريت اللي هي محافظة دمياط. نيوتريونتس عناصر غذائية، عناصر ايه غذائية؟ الكلمة دي احنا خدناها قبل كده طبعا، رايس خدناها قبل كده، ما تبصش للكلام كتير قوي، لا هو بسيط، احنا خدنا نيوتريونتس وخدنا رايس وخدنا توميتو اللي معناها طماطم وبوتيتو اللي معناها بطاطس. جوافا، انت بقى جوافا اللي هي الجوافة، اللي هي ثمرة الايه؟ الجوافة، تمام. وخدنا طبعا كلمة grapes عشان بس ما تتخضش، الموضوع بسيط. طبعا الكلمة دي ما اسمهاش lemons، اسمها lemons اللي هو الليمون، بسيطة جدا واخدينها قبل كده طبعا، تمام. هنا بقى الراجل ده شغال صياد اسمه فيشر مان، خلاص. خروف طبعا اسمه شيب، خروف او خواريف او خرفان على فكرة جمعها برضو نفس الايه، نفس الكلام، كاو واخدينها قبل كده وشيب واخدينها قبل كده، جوت معزة برضو واخدينها قبل كده، تمام. ثاوزند طبعا ديت موجودة في الماس، خلاص، اللي هي معناها الف، ثاوزند اسمها ايه؟ ثاوزند اللي هو ألف، تمام. مليون اللي هي معناها مليون، مليون يبقى ثاوزند مليون. دمياطي تشيز اللي هي جبنة دمياطي تشيز تمام، اسمها دمياطي جبنة دمياطي تشيز، تمام. ده بالنسبة للكلمات الجديدة بتاعتنا النهاردة. يلا بينا نشوف هو هنا مدينا ايه. هنا مدينا قطعة قراءة، يلا نقرأها كده مع بعض. food from the Mita Governorate، طعام طبعا من ايه؟ من محافظة دمياط. the land in the Mita Governorate is rich in nutrients، يقول ان ارض دمياط، ارض محافظة دمياط غنية بيه، تمام، النيوتريونتس اللي هي الايه؟ المواد الغذائية. كلمة rich in دي مهمة جدا، ممكن نجيبها لك طبعا في أسئلة، غني بيه، خلاص، غني بيه. The farmers can grow rice، الفلاحين، كلمة farmer دي يا جماعة، farmer معناها فلاح، بتساوي كلمة peasant. ايه يا مستر انت بتزيد الطين بلة واحنا ناقصين كلمات جديدة؟ خد الكلمات بقى اللي هي ايه المهمة. The farmers can grow rice، بيزرعوا هناك الأرز، tomatoes طماطم، potatoes بطاطس، wheat غلة أو قمح، lemons ليمون، grapes عنب، and guavas وبيزرعوا برضو شجر الجوافة. fishermen catch thousands of fish in the sea، خلاص، اللي هم الصيادين بيصطادوا آلاف الأسماك. كلمة fish ديت يا جماعة بتجمع مفرد، fish معناها سمكة ومعناها سمك، جمع ومفرد. in the sea cows البقر بقى، goats and sheep live in the mite، الحاجات دي كلها البقرة والمعزة والخروف كل دول بيعيشوا في دمياط. governorate وبيعيشوا هناك كمان، المفترض هنا نحطه فاصلة. وتو طبعا ديت يا جماعة بتيجي في نهاية الجملة المثبتة، تو دي تيجي قبل منها جملة مثبتة ومعناها بالعربي ايضا، ومعناها بالعربي ايه؟ ايضا، تمام، في نهاية جملتين، الجملة الثانية والجملة الأولى لازم يكونوا مثبتين. دمياطي تشيز از فيري فيموس، جبنة دمياطي مشهورة جدا. about 1.5 million people live in this part of Egypt، حوالي مليون ونص من الناس بيعيشوا في هذا المكان. كلمة about ديت بتساوي كلمة around، بتساوي كلمة ايه؟
الروي معناهم حوالي مليون ونص من الناس نسمة بيعيشوا في الجزء ده من مصر. بارت يعني جزء، كلمة بارت دي معناها ايه؟ معناها جزء. تمام. Life is good in the mighty، الحياة حلوة جدا في دمياط. هنا طبعا بيقول لي اقرأ النص واربط انصاف الجمل بنهايتها. تمام، يعني وصل. يعني دمايطه is famous. famous ايه؟ يا جماعة كلمة famous بتاخد حرف الجر فور، بتاخد حرف الجر دايما ايه؟ فور. يبقى دمايطه is famous yes for دمياط تشيز، هتاخد رقم سي. هي اسمها famous for، اسمها famous فور، مشهور بيه. طيب the animals you see، الحيوانات اللي انت بتشوفها، live in the Mita governorate. طبعا احنا هنا خدنا ديت عشان بس ما نتلخبطش. tomatoes potatoes wheat lemons and guavas، ولا in the Mita are goats cows and sheep. ها ايه الحيوانات اللي بتبقى موجوده في دمياط؟ ايوه اللي هي رقم دي، اللي هي goats cows and sheep، هتاخد هنا رقم دي. طيب the farmers grow، الفلاحين بيزرعوا ايه هناك؟ tomatoes potatoes wheat lemons and guavas، ولا هو طبعا هنا ايه؟ ولا live in the Mita governorate. ايوه الفلاحين بيزرعوا الحاجات دي اللي هي رقم بي، دي هتاخد رقم بي. وطبعا about 1.5 million of people live in دمياط، حوالي 100 مليون ونص نسمة مصريين بيعيشوا في محافظة دمياط اللي هي طبعا live in the Mita governorate، دي هتاخد رقم ايه؟ دي هتاخد رقم ايه؟ ايه معايا هنا exercise، يلا بينا نحله مع بعض. بسيط جدا، هنا بيقول لي استخدم fish wheat cheese good animals. هنا دمايطه is famous for دمياطي yes اسمها دمياطي cheese، دمياطي ايه؟ cheese، مشهوره بالجبنه الايه؟ الدمياطي. the farmers grow، الفلاحين بيزرعوا ايه؟ ايوه بيزرعوا هنا wheat اللي هي القمح او الغله. خلاص fishermen catch، الصيادين بيصطادوا thousands of ايه؟ بيصطادوا الاف الايه؟ ايوه fish. تمام. life is not in the Mita، الحياه ايه في دمياط؟ طبعا احنا خدنا fish wheat cheese، wheat cheese هنا good animals. life is ايه؟ ايوه is good، الحياه جيده في دمياط. cows goats and sheep are، البقره والمعزه والخروف دولت ايه؟ are animals، اللي هي طبعا معناها حيوانات، animals اللي هي ايه؟ حيوانات. دمايطه تشيز is very، دمايطه تشيز المفترض دمياطي، دمياطي تشيز مكان كلمه ايه؟ دمايطه. بس ماشي يلا، هي غلطه مش مشكله. خلاص دمياطي تشيز is very ايه؟ sugar cane animals people live in دمايطه famous، ولا ايجيبت الجبنه الدمياطي ايه؟ ايوه مشهوره جدا، اللي هي تاخد رقم دي، تاخد رقم ايه؟ دي. farmers in منيا grow، الفلاحين في مدينه، في محافظه منيا، لان منيا طبعا في الصعيد، بيزرعوا ايه؟ ها sugar cane ولا animals ولا ايجيبت ولا people in the Mita. ايوه بيزرعوا طبعا sugar cane اللي هو قصب السكر، قصب الايه؟ السكر. cows are، البقر بيكون ايه؟ animals ولا people live in the Mita ولا ايجيبت. ايوه or animals b. خلاص one and a half million، مليون ونص ايه؟ مالهم بقى؟ people live in the Mita ولا ايجيبت. ايوه هتاخد رقم سي، اللي هي بيعيشوا في محافظه دمياط. هنا بيقول لي choose the correct answer or the right answer from a b or c، ثلاث اجابات بس. هنا بيقول لي the farmers، هنا بيقول لي the farmers grow grapes ولا sheep ولا cheese. ايوه grow grapes، الفلاحين طبعا بايه؟ بيزرعوا اللي هو الايه؟ العنب. دمايطه is in، دمياط دي موجوده فين؟ لندن، ايجيبت، باريس. الاجابه هنا هتبقى ايه؟ ايجيبت. the نقط you see in دمايطه are goats animal cows and sheep. ايه هي بقى الحاجات ديت؟ الحاجات دي بنطلق عليها اسم ايه؟ colors ولا houses ولا animals. ايوه الاجابه طبعا هتبقى ايه؟ animals اللي هي حيوانات. دمايطه is a نقط village farm governorate. دمياط دي ايه؟ قريه ولا مزرعه ولا governorate محافظه؟ ايوه governorate. the land in دمياط is in دمايطه is rich in nutrients carbon ولا waste. الارض في دمياط غنيه بايه؟
بالنيوتريونز اللي هي الايه النيوتريونز. نكمل باقي الامتحان مع بعض. هنا بيقول لي complete the sentences. Fisherman catch. ايوه السمك اسمه ايه؟ ايوه fish. هنا بيقول لي farmers grow. ها النبات ده اسمه ايه؟ جوافاز. جوافا. خلاص عايز تضيف حرف الاس ضيف على اساس ان هو بيزرعوا شجر الجوافة. خلاص في نقطة في الاخر. دمياطي ايه؟ جبنة الدمياطي. دمياطي ايه؟ كلمة جبنة يعني ايه؟ تشيز. اسمها ايه؟ تشيز. طيب ايه الجمال دول اللي بقرون ديت؟ نقط ار انيمالز. دول اسمهم ايه؟ جوتس. اسمهم ايه يا حبايبي؟ جوتس. هنا الراجل بقى مديني مديني هنا طبعا ايه صوره لمدينه ايه دمياط، وعايزني طبعا ايه اجاوب عليها باستخدام كلمه دمايطه. grow raise chicken good cheese good. يبقى هنا هنقوله ايه؟ هذه هي محافظه دمياط. اقولها ازاي؟ this is ممكن نقوله دمايطه على طول من غير دمايطه governorate. this is دمايطه. هذه هي دمياط. خلاص عايز اقول الناس بتزرع كذا وكذا في دمياط. الناس يعني ايه؟ people. يزرع يعني ايه؟ grow. يزرع. بيزرعوا ايه بقى يا جماعه؟ بيزرعوا rice wheat وايه تاني؟ grapes and جوافز وجوافه in دمايطه. in ايه؟ ان دمايطة. ان ايه يا حبايبي؟ دمايطة. ركز كده معايا. ايه تاني؟ ريز بيربي. عايز اقول الناس بتربي بقى معيز وبقر وحاجات كده. يبقى اقول الناس. الناس يعني ايه؟ people. يربي اللي هي كلمة ايه؟ ريز. واخدينها قبل كده. people raise. ها ايه بقى؟ goats معيز. ايه تاني؟ cows. and ايه يا جماعة؟ and ايه كانوا بربوا ايه تاني مع الحاجات دي ورا؟ ها كانوا بيربوا ايه؟ شيب كمان. معلش انا بنسى الحاجات. يبقى هنا هنقولوا ايه؟ people raise goats cows and sheep في دمياط. يعني ايه؟ in دمايطه. in ايه؟ in دمايطه. بيتكون جمله عاديه خالص من فاعل وفعل وايه ومفعول. طبعا هنا جود عايز اقول طبعا ان عايز اقول ان الجبنه مثلا الدمياطي جيده. يبقى ايه؟ ذا دمياطي تشيز او دمياطي تشيز مباشره. دمياطي تشيز ها از جود جيد. ده بالنسبه للايه؟ دي اللي هو الباراجراف بتاعنا. ده بالنسبه للباراجراف ايه بتاعنا. تمام يلا بينا كده نجيب بسرعه اللي هو الايه الامتحان اللي فاضل عشان بس من ايه ما نعملش فيديو تاني ليه. تمام يبقى الايه الدرس الاخير والامتحان مع بعض. هنا بيقول لي استخدم بقى complete the following dialogue with words in brackets. استخدم الكلمات الموجوده دي fish جوافاز or cheese. where not you from. where ايه؟ لما بنسال شخص عن مكانه بنقول where ايه؟ where. احفظها دي. where are you from. انت منين؟ where are you from. الاجابه I am from زائد طبعا البلد. واحد ممكن يقول I am from مثلا دمايطه. انا من دمياط. I am from Alexandria. انا من اسكندريه. I am from بحيره. انا من البحيره. I am from مثلا قنا. I am from لوكسور. I am from اسوان. I am from لندن. حسب الايه المكان اللي انت ايه اللي انت منه. طيب يبقى دي هتبقى where are. where ايه are. قال له هنا I am from دمايطه. انا من دمياط. what is دمايطه famous for. هنا مشهوره بايه دمياط دي؟ هيقول له it's famous for دمياطي. دمياطي ايه يا حبايبي؟ ايوه دمياطي تشيز. دمياطي ايه؟ تشيز. تمام مشهوره بالجبنه الدمياطي. تمام what do farmers grow there. الفلاحين بيزرعوا ايه هناك؟ معروفه زي grow ايه and wheat. ها grow ايه؟ جوافز مثلا. هنا محصول من المحاصيل اللي هم بيزرعوها اللي هي جوافز. تمام what do fishermen catch. الصيادين بيصطادوا ايه؟ زي catch ايه يا جماعه؟ fish. تمام يبقى دي كده الاجابه الصحيحه. طيب هنا بيقول لي بقى mom likes ايه. ايوه ماما بتحب الايه؟ chickens. كلنا بنحب الchickens.
او تشيكن خلاص تمشي تمام، نشيله حرف الاس عشان هي فرخه واحده تبقى تشيكن تمام. ماما بتحب الفراخ. زي اور ماي، ايه دول قلنا عليهم لونجز، لونجز تمام. طيب اي لايك تو ايت، ايه الجميل ده؟ كلمه ووتر، ووتر ميلون، اي لايك ووتر ميلون او اي لايك تو ايت ووتر ميلون. اور ايه بقى؟ ستومش ولا ستومك؟ ايوه اور ستومك، digests food تمام. ده بالنسبه لايه؟ للجزئيه دي. طيب هنا بيقول لي we chew food، we chew food ثواني، we chew food يعني احنا بنمضغ الطعام. ايه بقى؟ we have two of these they are inside the body in your balcony ولا with our teeth ولا exercise ولا to take in oxygen and give out carbon dioxide. ها يبقى we chew food ايه يا جماعه؟ ايوه with our teeth، يبقى دي هتاخد رقم C. lungs اللي هي الرئتين اللي هم دول مالهم بقى؟ بيعملوا ايه؟ ها we have two of these they are inside our body، صح اللي هي ايه؟ عندنا اتنين منهم موجودين في جسمنا من جوه، هتاخد نمبر A. يبقى دي كده خلاص. كمان breathe اللي هي يتنفس مالها بقى؟ هنا هنقوله in your balcony ولا exercise ولا to take in oxygen and give out carbon dioxide. ايوه هي ان احنا ناخد الاكسجين ونطلع ثاني اكسيد الكربون، هتبقى رقم E. طيب put green plants، ضع النباتات الخضراء فين بقى؟ ايوه exercise ولا in your balcony، تبقى رقم B اللي هي in your balcony، حطها في الايه؟ في البلكون. هنا بيقول لي read the following and answer the questions، اقرا التالي واجب على الاسئله. my name is احمد، i like chicken and mangoes، بحب طبعا chicken and mangoes. i like drinking sugar cane juice، تمام مش بيروح يجيبوا حاجات طبعا مضره، بيقول هنا بحب اشرب عصير القصب تمام. my brother مجدي likes rice، اخويا اللي اسمه مجدي بيحب الارز and potatoes والبطاطس، يبقى مجدي بيحب الارز والبطاطس. we go to school by bus، بروح المدرسه بالاتوبيس. we do our homework at 7 o'clock، بنعمل الواجب بتاعنا في الساعه 7. how do احمد and مجدي go to school، ايوه بيزاي بيروحوا؟ يبقى هنا بنقول هو كان بيقول we go to school by bus، يبقى الاجابه تبقى by bus مباشره، باي بس. دي كده إجابة مختصرة جبتها أنت من إيه؟ من القطع. أو ممكن تقول زي، ممكن برضو تقول زي go to school، زي go to school by bus، by إيه؟ by bus. who likes chicken and mangoes، مين اللي بيحب الفراخ والمانجا؟ ها بيقول هنا my name is أحمد and I like chicken and mangoes، يبقى هنا هنقوله إيه؟ احمد. نشيله هو ونكتب ايه؟ الاسم احمد، ونكمل باقي الكلام. نكمل باقي ايه يا جماعه؟ ده كله هينزل تحت هنا، تبقى احمد likes chicken and mangoes تمام. هنا بيقول لي احمد likes drinking apple juice، احمد بيحب يشرب عصير التفاح. لا طبعا بيقول I like drinking sugar cane juice، يبقى دي false، تبقى دي ايه؟ false. احمد and مجدي are friends، احمد ومجدي دولت اصدقاء تمام. لا طبعا هنا بيقول my brother مجدي اخويا، يبقى دي كمان فولز، تبقى دي كمان ايه؟ فولز. هنا بيقول لي choose، هنا بيقول choose the right answer from A B or C. هنا my nose is in the center of my A، الانف بيبقى موجود فين بالظبط يا جماعه؟ في نص الايه؟ face ولا teeth ولا legs؟ ايوه في وسط الوجه، في وسط الايه؟ الوجه. I don't like chocolate not I like ice cream، ها and ولا but ولا to. احنا قلنا يا جماعة ان and بيجي قبل منها اتنين، يا اما فاعل وفاعل، يا اما فاعل وفعل، يا اما مفعول ومفعول. وكلمة but قلنا لازم يجي قبل منها فاصلة، وبيبقى فيه هنا كده جملة وهنا كده جملة، طبعا دي معناها و ودي معناها لكن. وكلمة to بقى اللي هو كاتبها لي دي، بيجي بعد منها فعل في المصدر، فعل في الايه؟ في المصدر، يعني من غير es او ed او ing، دول ما بيجوش في المصدر. طيب هنا يا مستر في فاصله، يبقى على طول اخد بات، على طول اخد ايه؟ بات. هي بلايز فوتبول نقط تنس، فوتبول عايز اقول و تنس، مفيش فواصل ومفيش مصدر، يبقى الاجابه هنا هتبقى كلمه ايه؟ هتبقى كلمه اند، هتبقى كلمه ايه يا حبايبي؟ اند. نكمل. هنا بيقول، هنا بيقول I eat healthy food نقط I exercise but I exercise، ينفع اقول باكل طعام صحي لكن انا بتمرن؟ and I exercise ولا تو؟ هتبقى and، لان and على فكره ممكن تربط جملتين اتنين مع ايه؟ مع بعض. drink plenty of ايه؟ اشرب وفره من الايه؟ ايوه water ولا water melon ولا onions، طبعا اللي هي ايه؟ ميه الايه؟ الميه العاديه مش ميه البطيخ يعني تمام.
هنا بيقول لي read and complete. استخدم كلمة wheat, palms, delicious, esophagus, scrape. هنا lunch looks A. الطعام يبدو ايه؟ ايوه معروف looks delicious. دي قلناها في الدرس الايه التاني. Delicious. The food goes down the. الاكل بينزل من الايه؟ ايوه من الاسوفاجس. اسوفاجس. Our heart. القلب بيعمل ايه للدم؟ ايوه bombs. بيضخ الدم. بيضخ الايه؟ الدم. هنا بيقول لي farmers grow ايه؟ الفلاحين بيزرعوا ايه؟ ايوه wheat. بيزرعوا الايه؟ القمح. تمام. wash the نقط with water. اغسل الايه بالميه. ايوه scrape. اغسل الايه الخربوش او الجرح بالايه بالمياه. بالايه بالمياه. طبعا هنا مديني طبعا جمل وبيقول لي rearrange the following to make sentences. اعاده الترتيب لكي تكون جمل ايه صحيحه. raise Egypt we chickens and يبقى we هتبقى we raise نحن مربي we raise chickens مربي الفراخ in Egypt. هنا mixes juice the food the gastric with يبقى عايز اقول اللي هنا the food الطعام بيختلط اللي هي mixes with gastric juice بالعصارة الهضمية with gastric juice. طيب هنا بيقول لي breathe we throw nose our عايز اقول نحن نتنفس بالانف او عبر الانف we breathe with our nose بنتنفس بالانف. bodies need in we oxygen our عايز اقول احنا بنحتاج الاكسجين في اجسادنا هتبقى we need يحتاج الاكسجين we need oxygen we need ايه oxygen بنحتاج الاكسجين in our bodies في اجسادنا. طبعا الاكسجين هو سر الحياه بتاعتنا الى جانب الايه الماء. هنا اخر حاجه مديني اللانس اللي هي الرئتين وبيقول لي طبعا كون عليهم جمل healthy صحي smoke اللي هي طبعا الدخان exercise يتمرن plants نباتات water اللي هي الايه المياه. هنا بقى عايز اقول هؤلاء الرئتين او عايز اقول انا عندي رئتين انا عندي اللي هي I have اتنين يعني two رئتين lungs اتنين ايه اللي هما الرئتين lungs. طيب healthy اللي هو صحي خلاص عايز اقول ان انا صحي او يعني عايز اقول ان انا بحافظ على ان هم يكونوا صحيين اقولها ازاي هقول I keep them healthy انا بحافظ كلمة keep دي معناها يحافظ على يحافظ ايه على انا بحافظ على ان هم يكونوا ايه صحيين عايز اقول بعمل ايه بقى بالنسبه للتدخين هقول انا ببعد عن التدخين اي ها يبعد عن التدخين اسمها stay away from smoke انا ببعد عن الايه عن التدخين عايز اقول انا بتمرن هقول اي exercise كل يوم اللي هي every day كل ايه كل يوم plants عايز اقول انا بحط الايه النباتات بتاعتي في البلكونه هقول I bought the plants بحط النباتات in the balcony in the ايه بلكوني. طبعا هو طبعا هنا طالب خمسة وانا طبعا عندي 1 2 3 4 5 ادي خمسة بس ممكن طبعا ازود واحدة اقول مثلا I drink plenty of water يعني انا بشرب طبعا وفرة من الايه من المياه. ده طبعا كانت نهاية شرح الوحدة الاولى من Connect 4 اللي هو انجليزي رابعة ابتدائي وطبعا ده كان حل الامتحان كمان اتمنى ان انا اكون افدتكم واتمنى انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا للفيديو لايك عشان القناة تكبر بينا كلنا مع بعض. كان معكم مستر حمدي الحارس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.